أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، لقاءنا بيتجدد معكم كل يوم من خلال برنامج خبرياتنا بلا حدود لنستعرض فيها سوا بعض اللقطات الطريفة وما يدور خلف الكواليس من برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. في العرض المباشر الرابع كان التحدي عن يوم المرأة العالمي، وحبينا نشوف شو رأي وائل بالموضوع، بس على فكرة رأيه فاجأني كتير، ولو بعرف انه رح يسبب توتر بينه وبين يارا وفايا ما كنت رحت الموضوع ابدا. ده لا، بس هي المرأة طبعا انا مش من رأيي، مش هي مش نص المجتمع، الرجل هو نص المجتمع لكل حاجة حلوة في العالم. يعني ليه على طول نقول المرأة هي نص المجتمع كأنه مثلا انه دي حاجة مفروض نسترس عليها؟ لا، هو ده الفكر اللي احنا لازم نبقى ماشيين عليه. بالعادة الميل ايجو هيك بيكون انه مستقبل هذا العالم هم نسائه. ان كان حبيبك عسل بس يا اخويا بس ما عندناش ايجو. المرأة سواء اذا كانت عربية او مش عربية في الاخر مرأة. دخيلك انت. انا بحس وائل كان قصده يقول انه هو مؤيد للمرأة، ومثل ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، وانه الست لازم ندللها ونحبها ونحترمها كتير. اكيد كان قصده هيك. عايز يبقى في افتكاسات اكتر. افتكسي يعني، افتكسي يعني، افتكسي يعني، افتكسي يعني. في الحلقة الماضية شفنا الفيديو اللي مسرب ليارا وهي عم تطبخ ومنزل شعراتها، فحبيت أسأل يارا شو كان رأيها بالفيديو، وخصوصاً إنها ما كانت رافعة شعراتها، مع العلم إنه بالعرض المباشر الأول من نجوم بلا حدود انتقدت المشتركة رجاء إنها كانت عم تطبخ بلا ما ترفع شعراتها. شفت الفيديو وانصدمت انصدمت انصدمت. إذا انتبهت لتعليقات المشاهدين، في بعضهم كان بيقول إنك كنت سبب في خروج رجاء المشاركة عن فئة الطبخ. هلا ما كنت بعرف شوي هون فيها مبالغة حسيت، بس ما عم بحس إنه في شيء أكتر بعد تعطينا إياه. بس ما حسيتي إنه مش صح تعلقي على تصرف وأنت بنفس الوقت عملتي إنه مش حلو علشانك؟ لا 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 تبقى معدية. لا لا سلمش علي. لا عيني في عينيه. لا لا وعناه في عيني. لا عيني في عينيه. لا لا وعناه في عيني. بينفع كده؟ شكرا كتير على تواضعك، انا شخصيا كتير بحبك وان شاء الله ما يكون لك سبب في خروج رجاء. كانت رح تعمل لنا طبخات مغربية كتير طيبة، بس أنا أكيدة إنه كمان طبخك كتير حلو. ميرسي. خلينا نروح فاصل وراجعين. كان عندي فضول أعرف شو رأي لجنة الحكم يارا وائل وفايا ببرنامجي، وكان رأيهم مش عارف ككونسبت وكان بسيط ووافي وكافي. المحتوى يعني الاديتنج حلو قوي، بس هي ك ك ك كابداع 5 من 5. بشكرك كثير وائل، ما بعرف كيف بقولوا انك ضد المراه، بس بالنسبه ليارا وفايا كان رايهم حسيتها اكثر مذيعه، يمكن حسيت شوي المود كله حسيته شوي هيك برنامج صباحي، بس بتحسي هيك الاضاءه خفيفه شوي، فشوي كنت متوقعه منك اكثر. هيدا رايي انا، لانه انا هيك هذا اللي كان يوصلني من كل فيديوهاتك. صح. لهلا يا صبايا ما في ولا ايجابيه واحده، وهكمل السيزون. واضح انك هتكمل السيزون اللي بعده. ده انا هجوز حفيدتك وانا هنا يا اختي، خدي الترابيزه معاكي البيت وخلصيها. على كل حال انا اكيد بحترم رايكم، بس 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 شايف نفسك برضه شايفه نفسي، وهوريك يا قاسي نفسي واعمل كل شيء في نفسي. جالك يوم عرفت اني قدك ولا خفت مني؟ قرب ليه بعدت عني؟ اما بالنسبه لوائل، شكرا كثير على دعمك وبهديك هذه الغنيه. مش هممني دنيا كلها تحدي، مش همي اني شو بدن بعرف شو بدي، مش هممني دنيا كلها انت حدي، مش همي اني شو بدن بعرف شو بدي. برنامج نجوم بلا حدود جمع مشتركين بمواهب وجنسيات مختلفة، ويوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم، حبيبي قديني جيت، يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم، حبيبي قديني جيت.
ورا يوم المشتركين بيقربوا كتير من بعض وصاروا أصحاب وبيشاركوا بعض بالفرح والحزن وبيساعدوا بعض وقت التحدي مثل ما عم نشوف باليوميات. ولكن المنافسة موجودة ولابد منها، وأكيد كل واحد فيهم حابب إنه يكون نجم نجوم بلا حدود. وسألت بعض المشتركين مين بيتمنوا إنه يطلع من البرنامج. مجموعة من السابقين هنا هو عبد الرحمن. إبراهيم الكوري. أما إبراهيم الكوري فمن وضعك وأكيد تمنياتنا لإلك بالتوفيق. راشد. سارة. للأسف سارة، نتمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. لا ما فيني سامي. نور الدين الشيخلي. ربما محمود أشرف، مانيش متفكرة. أخوي زياد. كزاهد. مارلين. مارلين نتمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. قبل ما نتابع سوا فقرة التعليقات مشاهدينا، خلينا نروح فاصل وراجعين. وصلنا لفقرة التعليقات مشاهدينا، ومنبلش مع إلهام بليد بتقول فاية ما أحلاها. وعنا يوزر بدور يارا، ريما طاها يارا، وكمان عنا ميدو يارا، كلها على بعضها حلوة. نحن كلنا منتفق قدي يارا بتعقد وفنانة رائعة كتير. الماس يارا، يارا بتعرف تحكي مصر كتير، وأنا كمان والله يا حبيبتي بتكلم مصر حلو قوي. وعنا روز الدين بتقول أي ساعة البرنامج وأي يوم ببلش. يا روز الدين، حلقات البرايم كل يوم جمعة الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وكمان في عندك اليوميات للمشتركين بتكون يوميا الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن. طبعا ما تنسي أنك تتابعي برنامجي. غيث كيل تعليق بقول كأنه فاية صغيرة لتكون بلجنة حكم وما عندها الخبرة الكافية. طبعا هذا التعليق كان قبل العرض المباشر من برنامج نجوم بلا حدود، وحبيت أني أقرأ على الهواء مباشرة لحتى أحكي لغيث أنه ما نتسرع. ومن بداية البرنامج فاية أثبتت جدارتها. عمركم ما تحكموا على أشخاص بهالسرعة بغض النظر كان مشهور أو لا. تحية كبيرة مني للجنة التحكيم مع بيج لايك. ومنروح لتعليق سيدرا حبيبات القلب، فايا ويارا وكارلا. وائل وين راح يا سيدرا؟ وانا كمان. مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتنا لليوم، معكم لوريس حوراني، استنوني بكره بنفس التوقيت.